الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير المنصور المؤيد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، طلبتي الأعزاء في المرحلة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في المحاضرة السابقة في مادة العقود المسمات عن ركن المحل في عقد البيع، وقلنا أن المحل في عقد البيع يتكون من عنصرين، العنصر الأول هو المبيع والعنصر الثاني هو الثمن. وتكلمنا عن المبيع وبينا الشروط الواجب توفرها في المبيع، وقلنا يجب توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المبيع موجود أو قابل للوجود، والشرط الثاني قلنا يجب أن يكون المبيع معينا أو قابل للتعيين، والشرط الثالث قلنا يجب أن يكون المبيع مشروع أي قابلا للتعامل فيه. ثم انتقلنا إلى بيان العنصر الثاني وهو الثمن، وقلنا في الثمن يجب توفر ثلاثة شروط أيضا. الشرط الأول أن يكون الثمن في عقد البيع مبلغ معين من النقود، وكذلك بينا الشرط الثاني من شروط الثمن في عقد البيع، ألا وهو يجب أن يكون الثمن محددا أو قابلا للتحديد، مقدرا أو قابلا للتقدير. وبينا الأسس اللي ممكن من خلالها نقدر الثمن أو نحدد الثمن. توقفنا عند شرط ثالث مهم من شروط الثمن، وهو أن يكون الثمن جدي. الشرط الأول في الثمن أن يكون مبلغ نقدي، الشرط الثاني يجب أن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير، والشرط الثالث هو الجدية في الثمن. اليوم راح نوضح هذا الشرط فقط. المقصود بالجدية في الثمن أي بمعنى أن البائع يقصد أخذه أي اقتضاءه، البائع يقصد اقتضاء وأخذ أو أخذ الثمن منين؟ من المشتري. واضح؟ هذا الجدية. تمام؟ هل يشترط المساواة بين الثمن وقيمة المبيع؟ الجواب كلا، بحسب الأصل لا يشترط المساواة بين الثمن وقيمة المبيع، وهذا الأمر بإمكان بإمكان الطرفين المتعاقدين أنه يحددون ثمن المبيع على أساس قيمته الحقيقية أو قيمته بالأسواق أو أي ثمن آخر هم يتفقون عليه. لكن أكو استثناء على هذه القاعدة، المشرع يعتد بالتباين بين قيمة المبيع والثمن، بين قيمة المبيع والثمن. قيمة المبيع قيمته الحقيقية يقصد، والثمن هو القيمة الاتفاقية. شو وقت المشرع يعتد بهذا التباين والاختلاف؟ مثل الحالات، الحالة الأولى في حالة الغبن المصحوب بالتغرير، وهذا حضراتكم أخذتوه بالمرحلة الثانية كعين من عيوب الإرادة. وحكم الغبن التغرير المصحوب بالغبن الفاحش هو شنو؟ حكمه يجعل العقد موقوف، يجعل العقد موقوف. تمام. بعد عندنا في حالة الاستغلال كذلك، إذا استغل أحد الأشخاص حاجة أو طيش أو هوى أو عدم خبرة أو ضعف إدراك من المتعاقد الآخر وتعاقد معه ولحق الأخير العاقد المستغل غبن فاحش، في هذه الحالة أيضا المشرع يعتد بهذا التباين ويجعل لي العقد في هذه الحالة نافذ طبعا، بس يميز بين حالتين، إذا كان معاوضة وإذا كان تبرع. بس يقول بالمعاوضة مثلا بإمكان الطرف المستغل انه يطلب رفع الغبن الى الحد المعقول، اما في عقود التبرع فبامكان المتعاقد المستغل ان يطلب نقض العقد خلال سنه، خلال سنه. كذلك الحاله الثالثه يعتد بالتباين المشرع اذا وقع الغبن الفاحش على المحجور، مال المحجور ومال الدوله ومال الوقف، في هذه الحاله العقد يكون باطل، العقد يكون باطل. طبعا هذه الحالات اخذتوها في المرحلة الثانية في مادة الالتزامات. زين، سؤال، هل ينعقد عقد البيع في الثمن الصوري؟ وما المقصود بالصورية؟
إذا تذكرون في مرحلة ثانية موضوع الالتزامات أخذت الصورية. الصورية أو الصورية في التصرفات تعني وضع ظاهر غير حقيقي، يخفي أو يستر وضعا حقيقيا خفي. وضع ظاهر غير حقيقي يستر موقف أو وضع حقيقي خفي. يعني الظاهر شيء والحقيقة شيء، الظاهر بيع وهو في الحقيقة هبة، واضح؟ أو الظاهر هبة وهو في الحقيقة بيع. طبعا الصورية بالثمن تعني أن الثمن الذي يذكر في العقد هو مجرد رقم لاستيفاء العقد مظهره الخارجي، ثمن يذكر فقط في العقد لاستيفاء مظهره الخارجي على اعتبار أنه عقد بيع، في حين في الحقيقة أنه قد لا يكون عقد بيع، أو قد يكون الثمن هو ليس الثمن الحقيقي الذي يعني اشترى به المشتري أو الذي باع به البائع. وطبعا عندنا الصورية نوعين، الصورية نوعين، إما مطلقة وإما نسبية. الصورية المطلقة في الثمن أي أن الطرفين المتعاقدين يتفقان على أن المشتري لا يلتزم بالثمن المسمى، المشتري لا يلتزم بالثمن المسمى، هذا الصورية نسميها المطلقة. الصورية النسبية هي اتفاق الطرفين على مخالفة الثمن المسمى لحقيقة ما اتفقا عليه، إذ إنهما قد اتفقا على ثمن معين وذكروا بالعقد ثمن آخر صوري مختلف. تمام؟ زين، ما حكم العقد بالصورية المطلقة وما حكم العقد عقد البيع أقصد في الصورية النسبية؟ حكم عقد البيع بالصورية المطلقة لا ينعقد، لا ينعقد عقد بيع كعقد بيع باطل بالصورية المطلقة. زين، ممكن يتحول إلى عقد آخر طبقا لنظرية تحول العقد؟ نعم، ممكن أنه يتحول إلى عقد هبة، لكن شو نسمي هذه الهبة؟ هبة مستتر. زين، سؤال، ما الحكم إذا قام البائع بإبراء المشتري من الثمن بعد انعقاد عقد البيع أو وهبه الثمن بعد انعقاد العقد؟ الجواب، هذا لا يؤثر على انعقاد عقد البيع ما دامت جدية الثمن متوفرة ومتحققة لحظة انعقاد العقد. ما دام موضوع الجدية متحقق لحظة انعقاد العقد فالعقد ينعقد، فالعقد كعقد بيع ينعقد، لا غبار عليه، سواء وهبه الثمن أو أبرأه الثمن، أبرأه من الثمن، أبرأ ذمته من الثمن، ما عندي مشكلة. بس أكو حالة قد تحصل، اللي هي يتفق الطرفان أي أنهما بيتا نية إبراء البائع المشتري من الثمن، أي اتفقوا مسبقا على نعقد العقد، بس بعد العقد أنه أنت تقوم بإبرائي من الثمن أو تهبني الثمن كهبة. هذه النية إذا تحققت لحظة انعقاد العقد إذن ماكو جدية، الجدية ما تحققت وبالتالي ما راح ينعقد العقد. أما لا، لو حصل الأمر بعد انعقاد العقد وكانت الجدية متوفرة لحظة انعقاد العقد فالعقد بيع، فالعقد عقد بيع. تمام. زين، سؤال، ما الحكم لو كانت موارد المشتري قليلة بحيث لا تتناسب مع ثمن المبيع أو ثمن الشيء الذي اشتراه؟ لنعطي مثال على هذه الحالة، شخص يشتري عقار قيمة 100 مليون دينار، شخص يشتري عقار قيمة مليون دينار وهو ما يملك غير 20 مليون دينار، كل إمكانيته هو 20 مليون دينار، كل ملكيته 20 مليون دينار. هنا ماكو تناسب بين الشيء الذي اشتراه، بين العقار الذي اشتراه وموارده المالية، هل يعد هذا العقد صوري في هذه الحالة أم لا؟ عندنا اتجاهين، اتجاه يقول العقد في هذه الحالة يعد صوريا لأن ماكو جدية وماكو نية حقيقية لدى البائع بأخذ الثمن، ولا توجد نية حقيقية
عند المشتري بدفع الثمن إلى البائع. هذا رأي. رأي آخر وهو الراجح يقول عدم التناسب بين موارد المشتري وثمن المبيع لا يعني أن البيع صوريا، وإنما يبقى الأمر خاضعا لتقدير المحكمة، يبقى الأمر خاضعا لتقدير المحكمة في هذه الحالة. هذا حكم صوريا مطلقا. أما حكم صوريا نسبيا، شنو حكمه؟ العقد ينعقد على الثمن الذي يثبته مدعي الصورية. من اللي يدعي الصورية بالعقد؟ فيجب عليه إثبات الثمن الحقيقي المتفق عليه حقيقة. هذا الثمن اللي يثبته مدعي الصورية هو اللي راح يلتزم به. يعني مثلا إذا أثبت البائع بأن الثمن الحقيقي هو مثلا 10 ملايين دينار، في حين الثمن الصوري اللي كان مذكور 5 ملايين، أي ذكر أنه أو أثبت أنه الثمن أعلى من الثمن المذكور في العقد، هنا يحق له المطالبة بالزيادة. أما إذا أثبت المشتري مثلا بأن الثمن أقل من الثمن اللي مذكور بالعقد فلا يلتزم إلا بالثمن الحقيقي المتفق عليه بين الطرفين. هذا فيما يتعلق بالثمن الصوري. عندنا يعني نوع آخر من أنواع الثمن يسمى بالثمن التافه. ماذا يقصد به؟ الثمن التافه هو الذي يقل عن القيمة الحقيقية للمبيع بمراحل. هو الثمن الذي يقل عن القيمة الحقيقية للمبيع بمراحل، بحيث يكون من القلة، إذ يبعث على الاعتقاد بأن المشتري بأن البائع لم يقصد يعني لم يقصد الحصول على هذا الثمن القليل أو هذا المقدار القليل جدا من وراء إبرامه للعقد أو من وراء التزامه بالعقد أو من وراء التزامه بنقل الملكية. واضح؟ مثال شخص يبيع سيارة مثلا قيمتها 10 ملايين دينار، يبيعها 100 ألف دينار، يبيعها 50 ألف دينار، هذا ثمن تافه لا يتناسب مع قيمة أو يقل عن قيمة المبيع الحقيقية بمراحل. زين، ما حكم هذا الثمن؟ هل ينعقد بعقد البيع أم لا؟ طبعا الثمن التافه لا ينعقد به عقد البيع، ثمن التافه لا ينعقد به عقد البيع، بل ينعقد هبة مكشوفة لا مستترة، لا مستترة مثل ما تكلمنا بعقد الثمن الصوري، لا، هنا الهبة راح تكون مكشوفة. تمام؟ هذا المقصود بالثمن التافه. الثمن البخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، سورة يوسف. الثمن البخس هو الذي يقل عن القيمة الحقيقية كثيرا ولكنه لا يبلغ مبلغ الثمن التافه، فهو ثمن جدي كان الباعث الدافع إلى أبرام العقد، ولكن بإمكان البائع الطعن بالغبن في هذا العقد إذا تحققت شروطه، إذا تحققت شروطه. فالثمن البخس يكون ثمن جدي، يكون ثمن جدي وهو الباعث الدافع إلى أبرام العقد، هو الباعث الدافع إلى أبرام العقد. زين، سؤال: ما الحكم لو باع شخص عقار مثلا بثمن يكون على شكل مرتب مدى الحياة، على شكل مرتب مدى الحياة، وكان مقدار المرتب يساوي أو أقل من غلة العقار، أقل من ريع العقار مثلا؟ شخص يبيع عقار، عمارة سكنية، عمارة تجارية، مقدار وارداتها الشهرية مثلا 2 مليون دينار، وهو صاحب الملك يبيعها على شخص على أنه ينطيه مرتب مدة حياته 1.5 مليون دينار. يعني هذا الشخص راح يأخذ هذه العمارة، هذا العقار، مقابل ما يدفع دينار واحد من ماله الخاص، ما يدفع، لأن هي وارداتها 2 مليون، هو يدفع 1.5 مليون، أو خليه يدفع 1 مليون أيضا، ماكو مشكلة، المهم هو ما دفع شيء من ماله الخاص. هل يعد الثمن جدي في هذه الحالة أم لا؟ هل ينعقد به العقد أم لا؟ طبعا عندنا رأي للقضاء الفرنسي
يقول العقد في هذه الحالة لا ينعقد كعقد بيع، ممكن ينعقد كهبة. ليش؟ يقول لأنه الشخص هنا من راح يدفع الثمن المشتري ما يخسر شيء من ماله الخاص، وبالتالي ما راح يصير عندي عقد بيع في هذه الحالة. الرأي الثاني أيضا للمحاكم الفرنسية وهو الراجع، يقول العقد ينعقد عقد بيع في هذه الحالة لأن البائع أراد أن يتخلص من إدارة الملك ومتاعبها. النقطة الثانية، البائع أراد أن يتخلص من مسألة التقلبات الاقتصادية اللي قد تحصل. وثلاثة، أراد أن يتخلص أيضا من موضوع تحمل تبعة الهلاك الكلي أو الجسمي. يعني البائع من باع إلى مصلحة يحصل على مورد ثابت 1.5 مليون أو 2 مليون شهريا، بغض النظر عن المبيع، سواء هلك سواء حصلت تقلبات اقتصادية، يتخلص كذلك من موضوع إدارة الملك ومشاكلها ومتاعبها. فقصد بذلك الحصول على مورد ثابت، وبذلك ينعقد عقد البيع، وهذا هو الرأي الراجع. هسه نريد نبحث بموضوع إجراء مقارنة بين هذه الأنواع الثلاثة من الثمن، الثمن الصوري والثمن التافه والثمن البخس. الثمن الصوري والثمن التافه تدعم. الثمن الصوري يساوي القيمة الحقيقية للمبيع، الثمن التافه لا يساوي القيمة الحقيقية للمبيع، أي يقل عن القيمة الحقيقية بمراحل. الثمن الصوري ينعقد العقد هبة مستترة، في الثمن التافه ينعقد العقد هبة مكشوفة. الثمن الصوري لا يأخذه البائع كلا أو قسما، في الثمن التافه يأخذه البائع من المشتري. الثمن الصوري والثمن البخس. الثمن الصوري يساوي القيمة الحقيقية للمبيع، الثمن البخس يقل عن القيمة الحقيقية للمبيع، ولكن ليس بمراحل. خلي بالك، بالثمن التافه قلت لك يقل عن القيمة الحقيقية بمراحل، فرق عن الصوري. هذا فرق عن الصوري، يقل عن القيمة الحقيقية. واضح؟ لحد هنا توقف، لا تقل لي بمراحل، صار تافه. تمام؟ بعد، الثمن الصوري ينعقد العقد هبة مستترة، الثمن البخس ينعقد العقد عقد بيع. واضح؟ ينعقد عقد بيع. في الثمن الصوري لا يأخذه البائع كلا أو قسما، في الثمن البخس يأخذه البائع من المشتري. تمام؟ بعد عندنا مقارنة ممكن نعقدها بين الثمن التافه والثمن البخس. الثمن البخس يقل عن القيمة الحقيقية، الثمن البخس يقل عن القيمة الحقيقية للمبيع. الثمن التافه يقل عن القيمة الحقيقية للمبيع بمراحل. الثمن البخس ينعقد به عقد البيع، الثمن التافه ينعقد العقد هبة مكشوفة، الثمن البخس يأخذه البائع من المشتري مع إمكانية الطعن بالغبن، الثمن التافه يأخذه البائع من المشتري دون إمكانية الطعن بالغبن. واضح؟ تمام. إلى هنا نكون قد أنهينا الكلام عن موضوع ركن المحل في عقد البيع، وقلنا أن المحل يتكون من عنصرين، الأول هو المبيع وبينا شروطه في المحاضرة السابقة، واليوم استكملنا شروط العنصر الثاني وهو الثمن. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن أركان عقد البيع، ونتكلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله عن آثار عقد البيع، ونتكلم بالتحديد عن التزامات البائع. والحمد لله رب العالمين.